السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم يا شباب؟ ان شاء الله بخير. اياكم سيد حسين عالم ابل التعلم على الايفون. قبل ان ابتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة اذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصلك كل جديد. بعد يومين من تحديث iOS 13.1 او iPadOS 13.1، اليوم نزل تحديث جديد وهو تحديث iOS 13، iOS 13.1.1. تحديث مهم جدا للآيباد وأيضا مهم للآيفون، وخصوصا الآيفونات القديمة مثل الآيفون 6S 6S Plus، آيفون 7 وآيفون 7 Plus. راح تقول لي ليش هذا التحديث راح يقلل من استنزاف البطارية بشكل كبير، وراح يتم إصلاح مشاكل عظيمة بالنسبة لها الآيفونات القديمة. أبسطها مشكلة الصامت، يعني لو أنت حطيت الآيفون مثلا خلنا نقول 6S على الصامت، ما راح أعلق الجهاز وما راح يصير في الوضع الصامت. ولكن الآن حلوا هذه المشكلة، وأيضا حلوا مشكلة هي مشكلة النسخ الاحتياطي، إنك ما تقدر تستعيد النسخة الاحتياطية في الآيباد والآيفون. فأنصح الجميع بالتحديث إلى هذا التحديث، والأجهزة اللي تدعم هذا التحديث موجودة قدامكم على الشاشة سواء كان للآيباد أو للآيفون. فوصلنا للختام، لا تنسون لايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر، وبس يا شباب، مع السلامة.